بقولك ايه، هو انا لو اتقدمت عشان اخطبك توافقي بجد؟ يعني اجي؟ يا امل يا امل، حرام عليك، انا قربت اخف وانت لسه ما خلصتيش السيجاره يا بنتي. بقى الزقي بقى، حطيتي الزقي بقى. بصي بص الزقي بقى، خلاص كفايه تبك. الزقي بقى كده بالبتاع، في بتاع شريط لزق فوق يعني كام زقيه. انت خايفه من اللزق؟ ما تلزقي بقى. انت بتاكليه دلوقتي؟ انا عايز اعرف انتوا هتفكوا لي ايدي دي امتى؟ معلش هعملها، قول لي انت بس ايه اللي عجبك في هالة. ما تشرب سكر حرام. مفيش يعني، استلطزتها. وهي؟ هي كمان استلطزتني. يعني انا هستلطز حد من غير ما هو يبقى مستلطزني؟ يعني حصل استلطاز كده واستلطزنا بعض. ايه تاني غير الاستلطاز؟ ممكن تقولي برضو ضعفها، عارفه احساسي كده انها دايما محتاجالي، عارفه حسسني كده كاني امها. وانا بقى كان عندي نقص جامد قوي في الحته دي مع ياسمين. انت عندك نقص في حتت كتير. دي كانت اكتر حته عندي فيها نقص. ونسيت ياسمين بالسهوله دي؟ الحقيقه انا نسيتهم هما الاتنين اصلا. يعني ايه؟ سؤال لطيف. عم ايوب، عم ايوب خضتني يا شيخ، عايز كتاب عن الطبيخ. طبيخ؟ يا عم روح بقى. الله يخرب بيته. نام نام نام. ايه نام؟ خلاص انا هجيبه. نام. انا مش عارف انا بجيلك ليه، انا اصلا انا مش عارف ايه سر حبي ليه. نام نام عم ايوب، نام خلاص، نام نام. لأن أكتر حاجة بيحبوها البنات إنهم يلاقوك مهتم بالحاجة اللي هم بيحبوها، فطبعاً كان لازم أهتم بأكتر حاجة بتحبها هالة. أيوة تمام. أيوة وادي التاني. وقعت المكتبة على دماغي، جابت لي فقدان مؤقت في الذاكرة. قالوا لي إن أنا مش هفتكر آخر 6 شهور في حياتي اللي كان فيهم ياسمين وهالة. أيوه الحمد لله على السلامة يا بلبل. الله يسلمك الله يسلمك. انا اول ما عرفت جيت لك على طول. انا متشكر جدا، انا مش عارف اقول لك ايه، يعني كانش له لزوم قوي التعب ده، يعني انا متشكر متشكر. انت مين؟ انا هالة يا بول، خطيبتك. احلفي. هتبقى خطيبتك يا بولبول. انت يا حبيبي كنت هتخطبها قبل ما تفقد الذاكره. مين دي؟ دي مامي. كنت خطيبها برضو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طب اتفضلي اتفضلي، اهلا وسهلا، اتفضلي تحت. يا يا بلبل افتح الباب. انا اسف انا اسف، معلش فقدان الذاكره لف معايا. مش كده يا اتفضلي اتفضلي. معقوله دي خطيبتي؟ وبعد كل اللي حصل ده انا قلت اجي بقى اشوفك لسه عايز هالة بنتي ولا غيرت رايك؟ انا اللي معروف عني ان انا ما بغيرش رايي خالص. يعني انا لو كنت اعرف ان انا كان المفروض اخطبها قبل كده انا كنت اجلت موضوع فقدان الذاكره ده شويه. يعني بجد موافق يا بلبل؟ طبعا موافق. انزل اجيب فستان الخطوبه دلوقتي حالا لو عايزه. وانا كمان ممكن انزل اجيب البدله بقى وحاجات بتاعه الخطوبه. لا 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 لا، انا عايزك ترتاح خالص، انت ما تبذلش اي مجهود، وانا في ديك الساعه لما انزل اجيب بدله عريس بنتي بنفسي وهبعت لك كمان الكوافير المخصوص بتاعي. سيب لي نفسك خالص. مني فقد الذاكره يعني تقوم تبهدلوني بالشكل ده؟ انا مش فاهمه بس ايه اللي مضايقك يا حبيبي؟ مضايقني ايه؟ ده بقيت شبه الهديه الملفوفه. والله ده انت شكلك جميل بجد. قوي. ميرسي يا قمر. ده بص الحظ ده. عندي واحد تاني هنا. وخطبتها.
وكأن ربنا استجاب لرغبتي وخلاها كأنها تبقى الأولى في حياتي. حبتها وكأني بكتشفها من جديد. ايه 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 مالك مالك ايه في حبيبتي مالك؟ جرالك حاجة؟ الكاوتش نام. كاوتش؟ تقوم تعيط يا هلا؟ طب ده نام يعني ما ماتش؟ حرام عليك يا هلا، انت صحتيني من أحلى نومة يعني. طب انت يعني فاتحة الكبوت ليه يعني لما الكاوتش نام؟ بدور على الاستبن. ايه السؤال ده؟ أنا آسف أنا غلطان إني بسأل. صح، بتدوري على الاستبن في الموتور. الله يلعن ابو اللي ركبكوا عربيات على ابو اللي علمك السواقه. طيب يلا يلا يا هلا، يلا يلا قفلي العربيه وتعالى اروحك. يلا والكاوتش يخرم ام الكاوتش. خلاص يا هلا انا صحيت يا حبيبتي، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. سيبيه هو يبقى نايم، يعني حد فينا يبقى نايم. على فكره انا لو كنت اعرف انك هتزعل انا عمري ما كنت صحيتك. روحنا. لا خلاص على ايه، خلاص انا خلاص. لا بالعكس، لا انا كنت زهقان وانا نايم على فكره. انا كنت زهقان يعني، انا كنت مش لاقي حاجه اعملها حتى. كريك اصلا شوف كريك فين؟ انا اديكي بالكريك في ارضك. فين ميس ديكول يعني؟ اكيد يعني يا نايم يا اما ميت. استغفر الله العظيم. بلبل. ايوه صحيت صحيت. ما تخد لنا الكاوتش ده جاهز يصحى. شديت الصفون؟ يلا يلا عشان تخلصي الرسم اللي وراكي. حاضر. يلا بلبل افتحي ايدي. مش عارف تفتحيها بجد؟ معقوله يا بنتي؟ حاولي وانا لازم كل حاجه اعملها لك. ما انا جربت. حاولي تاني، جربي تاني لغايه ما تعرفي. معقول؟ في حبه جم عليك. قصدك في حبه ما جوش عليا. خليهم يجوا عليا، خليهم يجوا عليا. حسبي هل اوي تلك يا بلبل. بلبل ايه بس؟ بلبل ايه يا زفت ايه يا شيخ؟ بس ايه اللي بقالك كده؟ مفيش، هلا فارت في وش. حاجه تضحك فعلا. عرفت تضحك قوي دلوقتي صح؟ حاجه تضحك بصراحه يعني. ايه هلا، في ايه؟ انت بتغيري ولا ايه؟ خدي بالك يعني البنت اللي بتغير تبقى مش واثقه في نفسها، وانا اصلا ما بحبش موضوع الغيره ده لانه بصراحه خانقه. خانقه؟ انا خانقه عشان بس بسالك رايح فين وجاي منين وبترجع الساعه كام وتكلمني قبل ما تنزل وتكلمني اول ما تروح وبتقابل مين صدفه ومين بيكلمك في التليفون وما بتردش على مين وبترد على مين؟ ومين فينا اللي هيرد؟ ايه بلبل مالك؟ بلبل مبلول. بلبل مبلول، بلبل اللي عمره ما اتبل في حياته انت بلتيه. وبقول لك ايه؟ بمناسبة بقى نخرج مع مين ونيجي مع مين ونروح مع مين والكلام الفاضي اللي انت قلتيه ده، النهارده عيد ميلاد علاء وهنخرج نحتفل بيه في اي مكان بره. هتيجي معانا ولا مش هتيجي معانا؟ انت عارف ان انا ما بحبش اخرج مع ناس. مش فاهم ايه الانطوائيه اللي انت فيها دي؟ يعني عشان نخرج ننعزل كلنا على العالم؟ ايه هلا في ايه؟ بقول لك ايه؟ وحياء هلا انا تعبت بجد، تعبت. كمل انت بقى. وانت تحبي تعملي فرح ولا مش مهم يا هلا؟ انت تحب ايه؟ والله الرجاله كلهم ممكن ما يعملوش فرح عادي يعني. انا كمان ممكن ما اعملش فرح عادي. اوكي خلصتي؟ طيب بالنسبه لشهر العسل، تحبي شهر العسل يكون جوه مصر ولا بره مصر؟ انت تحب ايه؟ انا احبه يبقى بره مصر. وانا كمان.